كشف رامي عز الدين بركات الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج القاهرة الآن على قناة العربية الحدث كواليس تلقيه خبر وفاة أخيه وكيف كانت علاقتهم منذ الطفولة وحتى وفاة هيثم. وأوضح رامي إنه علم بخبر الوفاة من والده ولم يصدق في البداية معتبرا الأمر مجرد شائعة أو مسحة سخيفة، لكنه تيقن فيما بعد من الأمر وحزن حزنا شديدا. وأضاف أن هيثم كان يكبره بست سنوات وعاشوا معا في منزل جدتهم والدة الفنانة الراحلة هالة فؤاد حتى أصبح عمر رامي ست سنوات. ثم أراد والده عز الدين بركات بعد وفاة الفنانة هالة فؤاد أن يأخذهما للعيش في لندن، ولكن الفنان أحمد زكي اعترض على سفر ابنه بعيدا عنه، فسافر رامو ووالده وظل هيثم في مصر حتى لا يعيش بعيدا عن والده الفنان الراحل أحمد زكي. ورغم سفره صغيرا إلى لندن إلى أن هيثم كان دائم الاتصال به وسافر أكثر من مرة إلى لندن لمقابلته، وأكد إنه علم بخبر وفاة أخيه غير الشقيق من والده وقال لما صحيت اليوم ده حسيت ان في حاجة مش بعيد، صدمة جامدة، وكنت اول مرة اشوف بابا حزين جدا ما كانش عاوز يقول لي، كنت فاكره كابوس ومش مصدق، افتكرته بيهزر. وكشف رامي عز الدين بركات الاخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم احمد زكي عن مفاجأة كبرى مؤكدا انه تلقى اتصالا منه منذ 3 شهور ابلغه فيه بعزمه اتمام اجراءات الزواج من خطيبته انجي سلامة واعتزال الفن والهجرة بصفة نهائية الى العاصمة البريطانية لندن للاقامة بجوار شقيقه، وطالب منه البحث عن فرص عمل تجمعهم ويغير حياته. كنا بنحب بعض جدا وعمر ما المشاعر اتغيرت بينا. وقال هيثم كان شخصية قوية وصلبة وقلبه طيب جدا وكان عاوز يبسط كل اللي حواليه، لكن خسر ابوه وامه وجدته وعمه وخاله وكان يحبهم جدا وكانوا سند له ومثله مصدر قوته. واكد رامي ان اصدقاء هيثم الذين حضروا العزاء مثل الفنان محمد امام والفنان خالد سرحان والفنان عمر متولي قدموا له المواساة واعربوا عن ندمهم لانهم لم يقتربوا من هيثم في حياته بالقدر الكافي، ولكن رامي شعر بالامتنان لهم لانه شعر بكم الحب الذي يكنون له. كما قال ان هيثم لم يعاني من اي مشكلة صحية سوى الصداع الذي ربما يكون اشتكى منه مرة واحدة. وصرح رامي ان هيثم كان يذكره دائما انهم جايين من ام واحدة وان ذلك اقوى من الصلة من جهة الاب، وانه كان يخبره بالنصائح التي اعتادت الراحلة هالة فؤاد على توجيهها له لانه الاخ الاكبر، وانه يجب عليه الاعتناء برامي لانه الاخ الاصغر. واوضح رامي خلال حواره انه يفضل عدم الذهاب الى منزل هيثم الان، وانه سينتظر فترة حتى يستجمع قواه ويزور قبره. وحكى الشقيق الاصغر لهيثم احمد زكي انه قابله مرة في لندن اثناء تصويره لاحد افلامه، ولكنه لم يستطيع قضاء وقت طويل معه الا انه كان يشعر بالحب الشديد الذي يكنه له اخاء الاكبر. وتابع رامي ان هيثم كان مثل الاعلى وانهم كان يلعبان سويا في صغرهم، كما كان يراه شخص قوي ويستطيع هزيمته بسهولة، لذلك كان يتمنى ان يصبح مثله عندما يكبر. واضاف ان هيثم كان يفضل لعب الرياضة وانها كانت حافزا له، وانهم يتشاركان في هذا الجانب. واختتم رامي
الحديث بتمني الراحة لأخيه ووجه له رسالة بأنهم سيلتقيان مستقبلا، كما إنه ممتن من حب الناس له وطلب من محبيه الدعاء له. وفي مداخلة هاتفية لعز الدين بركات والد رامي شقيق هيثم زكي، إنه اتصل بالدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وشكروا على الدور الذي قام به تجاه الراحل هيثم زكي، وأكد إنه حرم من إلقاء النظرة الأخيرة عليه، كما إنه فضل عدم النزول لمصر بعد علمه بانتهاء كافة الإجراءات الخاصة بدفنه. وحول والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، قال رامي: ممكن ما كنش فاكر كتير من تفاصيل حياتي مع أمي لأنها ماتت وأنا عندي 3 سنوات، لكن أعرف إن أمي عظيمة جدا وبتفرج على كل أفلامها والفوازير بتاعتها، أحب كل أعمالها والأقرب لقلبي السادة الرجال. وحول تقديره لمسيرة شقيقه الفنية، قال: كنت أشعر دائما بالفخر به وأتابع كل أعماله وأتابعه أثناء التصوير، كنا قريبين من بعض، ووالدي كان يحب هيثم جدا، ولما تزوج أمه كان بياخد باله من هيثم وكان يعامله زي ابنه بالضبط، وكان هيثم يقول له بابا، وكان له أبوين وإلى الآن يحبه جدا. وتعليقا على غيابه عن جنازة شقيقه، قال: ما لحقتش الجنازة لكن كان صعب قوي علي أن أرى أخويا ميتا، لكن في النهاية هو أخويا لازم أكون موجود. أصدقاء هيثم زكي يكشفون مفاجآت عن ليلة وفاته، خطيبته كان يمكن تنقذه، وهل سترس في تركته؟ تفاصيل صادمة عن ليلة وفاة هيثم أحمد زكي تكشف لأول مرة، وهيثم زكي استنجد بهذا الشخص. يتواصل الحديث إلى الآن عن كواليس وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي الذي فارق الحياة الخميس الماضي بشكل مفاجئ، نظرا لاهتمام الجماهير بظروفه ووفاته التي حظيت بتعاطف واسع، ليكون آخر المستجدات ما قاله صديقان للراحل عن الساعات الأخيرة في حياته، حيث فجر المخرج كريم إسماعيل صديق هيثم أحمد مفاجأة، وهي أن الراحل كان يشعر بقرب وفاته عندما شعر بوعكة صحية، وإنه تحدث بالفعل مع خطيبته إنجي سلامة وأخبرها بشعوره وردد معها الشهادة على الهاتف. وبعد أن انتشرت أخبار تؤكد أن إنجي سلامة خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي كانت على علم بحالته الصحية، وإنه أخبرها في مكالمة تلفونية قبل وفاته بساعات قليلة، قال لها إنه يمر بأزمة صحية، وقال لها إنه في طريقه للصيدلية لأخذ حقنة، وإنها كان بإمكانها إنقاذه لو أسرعت بالذهاب إليه كما طلب منها. وخرج المخرج كريم إسماعيل أحد الأصدقاء المقربين للفنان الراحل ليوضح حقيقة الأمر وللرد على التساؤلات حول سبب تأخر خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي إنجي سلامة في رغم معرفتها بمرضه. وقال أن هيثم تحدث إلى خطيبته بعدما ساءت حالته الصحية وتوجه للصيدلية لأخذ حقنة مسكن، مشيرا إلى أنه تلفظ بالشهادة معها في التليفون وطلب منها عدم إخبار أحد من أصدقائه بما يمر به. وأضاف هيثم أخبر خطيبته في المكالمة الأخيرة بينهم إنه يشعر بالنهاية، وأكد كريم إن إنجي استجابت لطلب خطيبها بعدم إخبار أي أحد عن مرضه كي لا يغضب منها، مثلما حدث من قبل عندما ذهب إليه أحد أصدقائه للإطمئنان عليه، لافتا إلى إنه عندما ظل هيثم لا يرد على هاتفه لساعات طويلة تحركت إنجي لإنقاذه، ولكن لسوء الحظ كان قد توفي. وقال أيمن أحمد مساعد هيثم وصديقه إنه كان من الممكن إنقاذ حياة الراحل، مشيرا إلى إنه تعرف على هيثم زكي منذ 8 سنوات، لافتا إلى إنه عاش معه طوال هذه الفترة في نفس المنزل، إلا إنه اضطر للمبيت عند أسرته في ليلة وفاته وذلك بسبب ظروف عائلية، مشيرا إلى إنه تلقى في نفس اليوم مكالمة هاتفية من الفنان الراحل
الراحل، إلا إنه لم يستطيع الرد عليه، وفوجأ بعد ذلك بأربع مكالمات من خطيبة زكي التي أخبرته بأن هيثم كان يريد أن يخبره بأن يأتي إلى منزله لإنقاذ حياته معلقا خلي أيمن يلحقني. وتابع أن هيثم زكي كاد أن يفقد حياته عدة مرات، إلا إنه كان دائما ينقذه بكوب عصير معلقا كان يتشاهد، وأول ما اديله شوية عصير يفوق، لافتا إلى إنه كان يطلب منه البقاء بجانبه خوفا من الوحدة معلقا كان دايما يقول لي ما تسيبنيش يا أيمن أنا هموت من الوحدة، وكان دايما يتصل يقول لي انت فين أنا هكلم نفسي. وأكد أن الراحل كان قد أوصى قبل فترة من وفاته أن يبحث عن أي من أقاربه وعائلته، لأنه يريد أن يجتمع معهم ويشعر بالأجواء العائلية التي حرم منها، مشيرا إلى أن هيثم كان دائم التواصل مع نهال فؤاد زوجة خاله، كما تواصل أيضا مع أخيه غير الشقيق رامي، والذي كان يتمنى أن يسافر له إلى لندن بدلا من أن يأتي الثاني للاستقرار في مصر معلقا كان بيحبه قوي. قلت له طب ليه ما تجيبوش يعيش معاك؟ قال لي أنا اللي عاوز أروح له. وعلى صعيد آخر أوضح أيمن أن هيثم زكي كان يأكل على فترات متباعدة على الرغم من المجهود الذي كان يبذله في التمرينات الرياضية معلقا كان يروح الجيم وياخد العقاقير وفين وفين لما يطلب الأكل. من جانبه أضاف محمد أبو النجا مدرب رياضي أن هيثم كان يعاني من السمنة بسبب مشكلة في الغدة الدرقية، وهو ما تسببت في زيادة وزنه، فكان السبب الأساسي لجعل الراحل يستمر على التدريب بالجيم هو خسارة الوزن. وتداول جمهور هيثم أحمد زكي على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو له من داخل الجيم وهو يقوم بممارسة رياضة الملاكمة، وتردد أن هذا الفيديو التقط قبل وفاته بيوم واحد فقط. أشرف زكي يبرر تصريحه المثير للجدل عن تأخر جثمان هيثم زكي في المشرحة. قال الفنان المصري أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إنه عمل مع الفنان الراحل هيثم أحمد زكي في مسلسل كلبش، ووصفه بأنه شخصية شديدة الحساسية وكأنك تتعامل مع شخص ابن موت. وأضاف أن تصريحي بأنه لا يوجد أحد من عائلته لاستلام الجثمان لأنه كان يشترط وجود قريب عصب له ولم يكن هناك أحد، وتقدمت بطلب للمحامي العام ومشكورا وافق على ذلك. وتابع المشكلة كان سيكون لها أبعادا أخرى وكان ستفتح باب للقيل والقال، وكان لابد من توضيح سبب تأخير الجثمان. وأكد أن عزاء هيثم زكي الذي أقيم في مسجد الشرطة ليس عزاء ولكنه عرس، وأمم الناس لا تريد ترك العزاء. كذلك خلال الجنازة وصلنا للمقابر في دقائق، الجثمان كان بيجري وكأنه يزف. وأوضح أنه طلب من الشباب وقت الجنازة عدم إنزال الجثمان لحين وصوله، وفوجئ بأنه في غصون دقائق نزل به السقة للمقابر وكل شيء تم بسهولة، فهو كان لا يريد دنيانا ويريد تركها. وما حدث اليوم أكبر تصالحا من الزمن معه. وعن المكملات الغذائية قال إنها أصبحت موضة بين الشباب للحصول على جسم مثل أحمد السقة وأحمد عز، وذلك رغم خطورتها، مشيرا أنه سمع إن القانون جرمها